الرسم ليس مجرد هواية أو مهنة يقوم بها، بل هو شغف وحب استطاع أن يكونهما مع مرور الوقت بقضائه لمعظم أوقاته داخل هذه الغرفة التي أخرجت فيضا من الفن والإبداع نراه في هذه اللوحات. حليم كبيش فنان تشكيلي ومتحصل على العديد من الجوائز من داخل وخارج الوطن بأعمال متميزة ومختلفة. نعم طبعا الفن التشكيلي يعني منذ القدم كان دائما يعكس الواقع، يعكس كل ما يحدث على الواقع سواء مآسي أو أحزان أو أفراح. فالفن التشكيلي دائما يعبر، هو مرآة للواقع، يعني في اللحظة دائما أعكس اللحظة الآن. يعني أنا ركز كثيرا على الطبيب لأنه يعني هو اللي دائما نراه في الصفوف الأولى يحارب عدو مجهول. تفاعل هذا الفنان مع الوقائع الأليمة التي مرت بها الجزائر تظهر في هذا العمل الفني المتقن. تذكار جميل اختار حليم أن يتركه لصديقه وزميله في المهنة، لوحة تذكارية ترسم ملامح الشهيد جمال بن اسماعيل. فاجأة جمال بن اسماعيل صديقنا صديق الجزائر الآن، يعني الآن كل جزائري وممكن حتى خارج الجزائر أصبحوا يعرفوا من هو جمال، فكما نناديه نحن جيمي لأنه كان صديقنا وتقاسمنا الأشياء كثير يعني مع بعض في الواقع، يعني من موسيقى ورسم لأنه هو كان موسيقار وكان رسام تشكيلي يعني من الجميع. رحيله بهذه الفاجعة كانت صدمة عنيفة لي أنا شخصيا، فأخذت الفرشاة وعبرت على ما شعرت به أنا، فهذه اللوحة هي تبقى ذكرى له. ففي اللوحة هناك ثلاث عناصر، هو جسد الفنان جمال والجيتارة، فهذه اللوحة أصبحت رمز لجمال، يعني عائدة اللوحة راح ترجع لعائلة الفنان بإذن الله. أعمال فنية كثيرة قام بها هذا الفنان بريشة اختار أن تكون صديقة له في عالم مليء بالألوان والفنون التشكيلية.